السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده أكل إيطالي زي ما بيقولوا، بيتزا وباستا اللي هي المكرونة بالحاجات كده، وفي بطاطس مقلية شيبسي. شوف البطاطس دي يا جماعة، شايف؟ لا دقت حاجة دي، شايف؟ ممكن أنا أسيرها في الفيديو. ودي بيتزا، ودي بيتزا لسه ما استوتش كمان، هي لسه هتدخل الفرن دلوقتي، ولسه في دور في الفرن. ويلا بينا نبدأ بقى الفيديو إن شاء الله. هقول لكم حاجات كويسه جدا في الفيديو باذن الله. خليكم معايا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطاطس ممتازة جدا يا جماعة. ما تقعدش تشتري كيس شيبسي دلوقتي ب 15 جنيه، ولا تجيب بطاطسيتين هيعملوا لك بطاطس ب 30 جنيه. ارسمهم بالطريقة دي اهي، تغسلهم بالملح بمية دافية شوية وتصفيهم، وتحطهم في التلا في 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 الزيت بقى، ارسمهم بالشكل ده. البيتزا بقى شوفوا بقى، 600 جرام عامل منهم خمس بيتزيات، 600 جرام دقيق عامل خمس بيتزيات. والله يا جماعه الله، حاجه ارقام فلك، ارقام خياليه. هاي بسم الله ما شاء الله. شوف بقى بالنسبة للمقادير، 600 جرام دي دول خدوا 400 مللي مية، 400 جرام مية، مية ومعلقة ونص خميرة ومعلقة سكر ومعلقة ملح. هي كده بس، وطلعت روعة. وعجينة دي البيتزا الإيطالية على فكرة، دي العجينة الإيطالية. حطش فيها أي حاجة، وبعدين ومعلقتين زيت زيتون عليها. هي دي البيتزا الإيطالية يا جماعة اللي أنتوا بتسمعوا عنها. الفرق اللي عندنا بس إن هي تتسوى في الفرن الحطب، تطلع زيها بالظبط وتضاهيها كمان. وطبعا العجينة تستريح، تعجن كويس جدا وتستريح. أنا عجنتها يجي 10 12 دقيقة في العجان. طلع روعة والله العظيم، ما شفتها قبل كده دي.
عملت 5 بيتزايات. بعد ما اتعجنت العجن ده بقت كيلو، بقت 1100 جرام. قسمتهم على 5. على حاجة في الفرن مش هتلحق، مش هنمشي الحاجة. عجبتنا أوي بجد. حلو أوي، حلو 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 بجد، تعجبك. مفيش لقى تقطع خلاص مين قطعت قطعت خلاص لا عاد قد زيادة في تفرقع من الصورة هي دي خليك عم نزمها واو هذا صور عارفه يا جماعه فيديو جميل جدا بجد وانا اسف ان انا ما صورتهاش بس احنا هقول لكم ايه بس الحمد لله على كل حاجه لان انا اللي عاملها ام سهيلة عيانة وسهيلة كانتش هنا النهارده اشوفكم خير في فيديو جديد السلام عليكم